بسم الله الرحمن الرحيم. الآن راح نبدأ بالفيديو رقم 5 اللي فيه 10 أسئلة على المجموعة اللي هي 83 سؤال ابتداء من 41 لحد 50. العنوان تبع المجموعة اللي هي Section 1 of Unit 9 Capital or the Capital Budgeting Process، عملية إعداد الموازنة التقديرية الرأسمالية، بمعنى ما يخص الاستثمارات، ما يخص شراء سيارة، خط إنتاجي، قطعة أرض، بناية إلى آخره، والتي تعيش وتقدم خدمات للشركة لأكثر من سنة (multi years). طبعا Study Unit 9 اللي هي عنوان الوحدة التاسعة هيها Investment Decision، قرارات الاستثمار أو قرارات استثمارية، سميها ما شئت، إنه أي قرار بدنا نتخذه من أجل أن نحصل على خدمات للشركة، وأكيد إنتاج، وأكيد مبيعات، وأكيد وأكيد، يعني بمعنى هذا القرار استثماري، أي أننا نضع فلوسنا في سيارة في أصل رأس مالي يعيش لأكثر من سنة ويقدم خدمات للشركة لأكثر من سنة. بدناش نتكلم كثير، احنا طبعا في بار 2 سي ام اي 2020، وحنبدا بالسؤال 41، وهي سؤال 41. ذا تشيف فاينانشال اوفيسر، خلينا نسميه المدير المالي او المسؤول تبع الاداره الماليه، has requested طلب an evaluation of proposed acquisition، تقييم وتقدير للحصول على نيو ماشين مقترح، يعني بمعنى في اقتراح انه بنحصل على ماشين معين at a purchase price of 60، ثمن الشراء 60,000 and with installation cost 10,000، تكاليف تثبيت الآلة، اذا بصير تكلفة الآلة 10 زائد 60 70، 3000 increase in working capital will be required، كمان بدنا نزيد الوركينج كابيتال اما كاش او اي ار او انفنتوري، بدنا نزيد، يعني الامر يتطلب هكذا توسع انه نزيد الوركينج كابيتال 3000. ذا ماشين ويل هاف يوسفول لايف اوف 4 ييرز، ستعيش 4 سنوات، 1 2 3 4، افتر ويتش ات كان بي سولد فور 10,000، هيها السلفج فاليو تبعها 10,000. The estimated annual incremental operating revenue and cash operating expenses are 150 and 100، بمعنى انه كل سنه حتطلع لنا ايرادات ب 150,000 ومصاريف لتلك الايرادات تشغيليه ب 100,000 respectively على الترتيب، بمعنى ايرادات ثم مصاريف for each of the 4 years، لكل سنه من السنوات الاربعه. هيها شوف 150 ناقص 100 بظل عندي 50 اللي هو نت انكم او الانكم. ذا افكتيف انكم تاكس ريت 40%، اذا نسبه الضريبه اللي تاخذ عليها الشركه 40%. اند ذا كوست اوف كابيتال 12% اللي هو ايه؟ اللي هو يعني الفائده على الكابيتال الذي يستخدم للشركه، تكلفته او فائدته او الانترست تبعته 12%. ستريت لاين ديبريشيشن از يوزد، اذا تستهلك الاله على 4 سنوات بالتساوي، واكيد بالتاكيد لا نطرح السلفج فاليو فور تاكس بيربسز فور بوث فاينانشال ريبورتنج اند انكم تاكسز. طبعا الفاينانشال ريبورتنج ممكن نطرح، لانه الشيء الطبيعي انه نطرح سلفج فاليو، بينما تاكس بيربسز ما بنطرحهاش. طيب ذا استيميتد افتر تاكس كاش فلو ان ذا فورث يير، اذا الكاش فلو ان ذا فورث يير، at which time the equipment will be sold، اذا ما هو الكاش فلو هنا المقدر. طيب طبعا السؤال انا حاطط لك اياه، البيرتشز برايس 60,000، هيها 60,000 والانستوليشن كوست لها 10,000، اذا الماشين كوست تساوي 70,000، مضبوط. انكريز ان وركينج كابيتال 3,000، كله جيفن بالسؤال، حطيت لك اياه. الاوبريتنج هيها 150 ناقص 100 اللي هي الاوبريتنج ريفينيو ناقص 100 اللي هي الاكسبنسز، اوبريتنج اكسبنسز يساوي 50,000، هي اللي حاططها هون. احنا السؤال تبعنا على السنه الرابعه. افتر تاك كاش انفلو فروم اوبريشن، كاش انفلو فروم اوبريشن، هلا عندي هون الانكم بده يجينا 150,000 كاش بافتراض انه كل الايرادات كاش، وبده ندفع 100,000 اوبريتنج اكسبنسز، بضل عندي 50,000، ال 50,000 بدي ادفع عليهم تاكس، اذا هي 50,000 ناقص 50,000 في 40% اللي هي التاكس جيفن فور اس، اوكي بيطلع عندي 30,000، اذا ال 50 بصفوا لي 30,000. كمان الاله انوال تاكس شيلد فروم ديبريشيشن، تستهلك على 4 سنوات 70,000، هيها 70,000 تستهلك على 4 سنوات،
وما طرحناش السلفج فاليو فور تاكس بيربوسز. اذا في 40%، اذا 70,000 على 40 على 4 قديش بيطلع 70,000 على 4؟ 4 يعني 4 في اقل من 20، 4 في 15 60 يعني 17.5. 17,500 ضرب 40%، هي 40% بيطلع عندي 7,000. اذا احنا نختبئ وراء تاكس سيفنج تاكس بنفيت انه احنا راح نحرم اداره الضريبه من هالمبلغ، اذا هذا يعتبر وكانه كاش ان 7,000. اذا بصير عندي 30 زائد 7,000 اللي جانا من الاوبريشن ومن اللي هي التاكس شيل، سو ييرلي كاش ان فلو فروم اوبريشنز اللي هي 30 زائد 7 تبع الدبريشيشن بيطلع 37,000. كمان بقول انه الاله هاي بدنا نبيعها ب 10,000. ديسبوزال اوف ماشين ويل ميك كاش افتر تاكس اوف 10,000، هذه بدهم ياخذوا عليها ضريبه، ما انت استهلكتها كامله على الاربع سنين، قسمنا 70,000 على اربع سنين بالكامل، ما طرحناش سلفج فاليو فور تاكس بيربوزز. اذا 10,000 ناقص 10 في 40 بضل عندي، معناته قديش عندي 10 ناقص 4 اللي هي الضريبه، بضل عندي 6,000. اذا هذا بدهم ياخذوا عليه ضريبه دائره الضريبه، لانه اوريدي حسموا لك كل الديبريشيشن تبع الالات على مدى الاربع سنوات، اذا ال 10 بدك تدفع عليهم ضريبه 4,000 بضلك 6,000، اذا هي 6,000 كمان كاش ان. اذا working capital will be recovered، كذلك ال working capital اللي احنا تحملناه بداية الفترة راح نرجع نستعيده بنهاية المشروع، بنهاية البروجكت، بنهاية الاكويبمنت، إذا كمان حيجيني 3,000. إذا قديش بده يجيني؟ 37,000 زائد 6,000 تبعت السلفج فاليو زائد اللي هي 3,000 ال working capital، 37 6 43 3 46، إذا الجواب عندي 46,000 لا بي 41. سؤال 41 الجواب عندنا بي، لهكذا سؤال هذا بي، بدناش نحل لانه اوريدي حلينا. طيب سؤال 42، management is evaluating proposed acquisition، اذا الاداره تقيم اقتراح الحصول على نيو ماشين ات بيرتشيز برايس اوف 180,000، هيها حاطه بيرتشيز برايس 180,000 وذ انستوليشن كوست 10,000 تابع لتكلفه الاله، انستوليشن كوست حتى تتثبت وتكون جاهزه للعمل بصير عندي مجموعهم 190,000 اللي هي النيو اكويبمنت نيو ماشين. ذا 9,000 انكريز ان وركينج كابيتال ويل بي ريكوارد، هيها اللي هي الوركينج كابيتال عندي 9,000 بدنا كمان يعني نتحملهم ولا ندفعهم، ولا ندفعهم اما كاش او اي ار او انفنتوري. ذا استيميتد ان ذا ماشين ويل هاف يوسفول لايف اوف 4 ييرز، 1 2 3 4 زي السؤال السابق. افتر ويتش ات كان بي سولد فور 30 سلفج فاليو 40، نفس القصه. ذا استيميتد انوال انكريمنتال اوبريتنج ريفينيوز اند كاش اوبريتنج اكسبنسز ار 450 اند 300، اذا حيجينا بالسنه 450 على شكل كاش وحنطلع وندفع مصاريف كاش كمان 300، بضل عندي الانكم 150,000 ريسبكتيفلي على الترتيب، يعني 450 للريفينيو و300 للاوبريتنج اكسبنسز فور ايتش اوف ذا 4 ييرز، كل سنه طبعا هذه العمليه تتكرر. ذا افكتيف انكم تاكس ريت از 40%، تكلفه الضريبه او في نسبه الضريبه اللي بندفعها لدائره الضريبه 40% للدوله، اند ذا كوست اوف كابيتال از 12 تكلفه راس المال 12%، ستريت لاين ديبريشيشن از يوز فور بوث فاينانشال ريبورتنج اند انكم تاكس بيربوسز. اذا هون بقول ستريت لاين لا المحاسبه والضريبه نستخدم الستريت لاين اللي هي بنقسم على الاربع سنوات قد بعضهم البعض، بس لا تنسى بالمحاسبه بنطرح سلفج فاليو، لكن بالايه بالضريبه بنطرحش سلفج فاليو، بنقسم القيمه كامله. هذه الامور لازم بالفيديو سجلها من الملاحظه، سجلها على جنب التاكس بيربوسز حتى لو ستريت لاين، لانه بالمحاسبه ستريت لاين بتطرح السلفج فاليو حتى تقسم قديش الديبريشيشن تبع كل سنه، بينما هنا بالتاكس بيربوسز ما بتقدرش تطرحها. If the project is accepted، موافقين على البروجكت نشتري نيو ماشين، the estimated incremental after tax operating cash flow at the end of the first year، السنه الاولى. لاحظوا ما في disposal بس السنه الاولى. اذا بالسنه الاولى عندي هيها افتر تاك كاش انفلو فروم فيرست يير اوبريشن،
اللي هي 450 ناقص 300 بيطلع عندي 150، 150 بدي ادفع عليهم ضريبه، 150 ناقص 150 في 40% بيطلع عندي 90,000، اذا صار في لي 90,000، هذا كانه كاش ان. طيب تاك شيلد فروم انوال ديبريشيشن، عندنا الاله قديش قيمتها؟ 190,000 تقسيم 4 بيطلع 47,500. اذا بدي احمي حالي، معناته ديدكتبل هاي، اذا يعني امتنع عن الدفع او اتدارى احتمي وراء عمليه القانون الضريبي انه والله بدي اخصمهم، اذا انا بحرم دائره الضريبه من 47,500 في 40% بيطلع 19,000، وكانه كاش ان، حرمت دائره الضريبه يعني وفرت كاش. اوكي؟ إذا عندي 90 زائد 19، إذا then first cash cash inflow in the first year اللي هي 90 زائد 19، هيها 90 زائد 19 بطلع 109,000. ال 109,000 الجواب عندنا سي، سؤال 42 بس. طبعا ما لناش علاقة هون بالانيشيال، لنا علاقة بشو سؤال بقول هون. After tax operating cash flow، يعني التشغيلي operating cash flow، إذا ما لناش علاقة إلا بالنت انكم والتاكس تبعه واللي هو الديبريشيشن والتاكس شيلد تبعه. إذا الجواب عندي 109,000، الجواب سي لسؤال 42، هذه سي. كلام كثير بس ما بدنا نقرا. السؤال 43، A firm is evaluating a proposed acquisition of a new machine at a purchase price of، نفس القصة، الشركة عم بتقيم اقتراح الحصول على نيو آلي جديدة at a purchase price 380 and installation charges that will amount to 20,000. إذا عندي 380 الثمن الشراء وبدنا تكاليف تثبيتها بالأرض مشان تكون جاهزة للعمل، بصير عندنا تكاليف الآلة 400، هي 380 زائد 20 بطلع 400. 15,000 increase in working capital، اذا بدنا كمان 15,000 بصوره كاش او بصوره account receivable او بصوره inventory will be required، اذا 15,000 هيها موجوده working capital. The machine will have useful life of 4 years، هيها 4 years 1 2 3 4. After which it can be sold for 50,000 salvage value 50,000. The estimated annual incremental operating revenues and cash operating expenses are، اذا متوقع انه نبيع ب 750,000 والمصاريف 500,000، اذا بصفي لنا 250,000 كاش ان من الانكم، الانكم صوره كاش، يعني بنفترض العمليه كلها كاش. ريسبكتيفلي فور ايتش اوف ذا فور ييرز، لكل من السنوات الاربع 1 2 3 4 هذه تتكرر بالاربع سنين، بالسنه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه. The tax rate is 40% and the cost of capital is 12%. إذا نسبة التاكس 40 والكوست اوف كابيتال 12 اللي هو تكلفة رأس المال. طبعا الأسئلة هاي تعطى من أجل عدد من الأسئلة، يعني المعلومات هاي باترن بسموها فاكت باترن، مشان تجاوب عليها عدة من الأسئلة، وبالتالي احنا يعني ممكن نستخدمها، لكن السؤال الحالي مش حيطلب هذا هكذا استخدام. Straight line depreciation is used for both financial reporting and income tax purposes. إذا نستخدم الستريت لاين للاكونتنج وللتاكس ريبورتنج، التاكس بيربوسز ما بنخصمش السلفيج فاليو، بنقسم مباشرة على الأربع سنين اللي هي ال 400,000. إذا if the project is accepted، وافقنا على البروجكت، the initial investment will be، قديش بدنا الآن ندفع initial investment؟ إذا قديش بدي أدفع؟ بدي أدفع هيها 400 زائد 15,000 بس، initial investments 415 اللي هي ال 400 تكلفة ثمن شراء الآلة زائد installation 120 صار 400 زائد working capital بيطلع 415,000 نقطة بس. الجواب 415,000، الجواب دي هيدي. يعني السؤال معطيك انه في عندنا معلومات الاوبريتنج ريفينيو والاوبريتنج اكسبنسز والريت انكم، بس السؤال هون بس على المنطقة هاي فما بيسألش، إذا بيعطيك عدة معلومات، إذا احنا سؤالنا بنطلع على السؤال وبنحدد شو بدنا، وبالتالي الجواب عندنا دي للسؤال 43، هذه دي. 44 A company is considering the purchase of a new machine to replace 5-year-old machine. بدهم يشتروا آلة مشان يبدلوها بآلة قديمة اللي هي 5 year old machine and has gathered the following information.
بيرتشز برايس اوف نيو ماشين ثمن شراء الاله الجديده 50,000، انستوليشن كوست اوف نيو ماشين بدها تكلف 54,000 زائد 4 اللي هي الانستوليشن كوست، ماركت فاليو سيلينج برايس اوف ذا اولد ماشين اللي هو قيمتها كسكراب 5,000، بوك فاليو اوف ذا اولد ماشين 2000، القيمه الدفتريه 2000، اذا في خساره عندي لا في ربح، في ربح في عندي 3000 ربح. Increase in working capital if the new machine installed بدي زيادة working capital استثمار بدي 1000 وعندها الإفكتيف إنكم تاكس ريت يساوي 40%. طيب الآن السؤال if the company replaces the old machine with the new machine what is the cash flow in period zero يعني عند اتخاذ القرار ما هو الكاش فلو. إذا طلع هون أنا حاطط رقم 1 ال purchase price 50 زائد installation cost 4 هيها purchase price زائد installation cost هذه كلياتها cash out 54 وبدي كمان working capital هي ال working capital بدي زيادة إذا بدي 1000 هي 1000 إذا initial investments بدي 55,000 أوكي خلينا نقرأ هون cash out flow for the new machine is as initial investment تساوي 55,000 الآن بدي أبيع الأولد ماشين. الأولد ماشين ثمنها الماركت فاليو 5 وقيمة الدفتري 2 هي 5000 كاش ريليتد تو سيلينج ذا أولد ماشين 5000 سلفيج فاليو ناقص 2000 بوك فاليو بصير عندي كابيتال جين اللي هو ديسبوزل 3000. ال 3000 بدي أدفع تاكس بدي أدفع عليه 3000 40% بدي أدفع 1200. إذا أنا الربح 3000 هذول اللي جني اوكي ال 3000 بدي ادفع منهم 1200 اذا معناته بتصفي لي من ال 3000 1800 لكن عندي البوك فاليو هون لاحظ اوكي اذا انا حيجيني كاش 5000 قيمه الاصل قيمه المشين الاولد ماشين 5000 بس انا حدفع تاكس على الكابيتال جين اللي ربح بسموه ربح تبع بيع الآلة قيمة دفترية 2000 جابت لي 5000 إذا الربحان 3000 بدي أدفع عليهم عقوبة تاكس نظام ضريبي مش عقوبة المهم نظام ضريبي 1200 إذا 5000 إجني بس دفعت 1200 إذا 5000 ناقص 1200 بطلع عندي 3800 إذا 3800 هذا كاش إن 3800 إذا لاحظ هون إذا هلا هون إنشال كاش اوت 55,000 بدي ادفع لبرا توتال كاش اوت اللي هي ناقص 55 فور انشال انفستمنت فور ذا نيو ماشين زائد 3800 اجانا من بيع الاصل 3800 فروم سيلينج ذا اولد ون اذا مطروحه هاي بالموجب وهاي بالسالب احمر يعني هاي كاش اوت اذا صافي الكاش اوت 51200 يعني 55 ناقص 3200 3800 يطلع عندي 51200 اذا الجواب عندي هيو 51200 What is the cash flow in period zero هذه لحظة البيع عند استبدال الآلة إذا 51200 الجواب تبعي بي لهكذا سؤال اللي هو سؤال 44 هذا بي قصة طويلة أوكي 45 Capital investment projects include proposal for all of the following except الكابيتال انفستمنت بروجكت يعني بمعنى مشروع الاستثمار الرأسمالي اللي بدوم لدود عدد من السنوات هنا انا عن قصد جبت المعنى مشان تفهم شو القصه كيف اخترنا the acquisition of government mandated pollution control equipment بدك تقتني معدات مكافحه التلوث التي تفرضها الحكومه المعدات هاي اكيد اكيد ضد التلوث اكيد بتعيش لاكثر من سنه وسنتين وثلاث واربع وخمسه اذا هذه ما في اكسبت هذه تعتبر هذه ضمن البروبوزل ضمن المشروع تكلفة المشروع The expansion of existing product offering توسيع عروض المنتجات الحالية بمعنى شو؟ بمعنى انه بدنا ننتج more product more accessories more quality more كذا اذا هذا بده آلة تعيش لمدة عدد من السنوات اذا هذه كمان ما هياش accept اذا هذه A project include proposal for all of the following ما عدا اذا هاي مش ما عدا اذا هاي تحتاجها بالكابيتال بادجيتنج بروجكتس اور كابيتال انفستمنت بروجكتس اوكي اذا لا هذا الجواب ولا هذا الجواب اديشنال ريسيرش اند ديفلوبمنت فاسيليتيز
مرافق البحث والتطوير الإضافية. أوكي، إذا المراكز البحث والتطوير معناته بدك آلات، بدك تبحث، بدك تدفع فلوس وتقدم له خدمات لعدد من السنوات، ريسيرش اند ديفلوبمنت تو بي كابيتالايز بعدين امورتايزد. اوكي، اذا يا سيدي العزيز الجواب هذا برضو مش اكسبت، اذا معناته ريفاينانسينج اكزيستينج وركينج كابيتال اجريمنتس، يعني شو اعاده تمويل اتفاقيه راس المال العامل الحالي. راس المال العامل ما هو؟ الوركينج كابيتال، كرنت اسس، نقد، كرنت لايبيليتيز. والله ريفاينانسينج معناته بدك تاخذ قرض من البنك، شو دخل الموضوع بالشركه؟ اذا هذه كلها قصيره الاجل، لانه الكرنت الوركينج كابيتال يعني كرنت اسس كرنت لايبيليتيز ناقص بعض، كرنت اسس ناقص كرنت ليبلتي، اذا هذا شيء له علاقه باصول قصيره الاجل، ما لهوش علاقه بالاصول طويله الاجل، وبالتالي ليس له علاقه بالكابيتال كابيتال انفستمنت بروجكتس. اذا الجواب عندنا دي اللي هي اكسبت 45، هذه دي. Working capital consists of the most liquid of current assets. نعم، current assets liquid يعني cash و AR و inventory و marketable securities كذا. Capital budgeting techniques are appropriate for long term projects. إذا هذول كلهم long term، بيعطوا شركة على مدى سنوات طويلة، هذا بيعطي فقط على قصير الأجل. إذا الجواب تبعنا D اللي هو accept ل 45، هذه D. 46. Which one of the following items is least likely to direct impact on equipment replacement capital expenditure decision? أي من الايتمز 1 2 3 4 و اي بي سي دي least likely to direct، هي شو يعني الأقل تأثيرا بأنها تأثر على الإكويبمنت ريبليسمنت، أنه بدنا نستبدل آلة محل آلة. كابيتال اكسبندشر يعني شو؟ الانفاق الراسمالي له علاقه بالاصول. The net present value of the equipment that is being replaced. Net present value of the equipment that being replaced. شو يعني net present value؟ اللي هو شو يعني؟ اللي هو الكاش اوت ناقص اللي هو الكاش ان بالبريزنت فاليو. خلينا نسميها بدنا نستخدم الكوست اوف كابيتال الفائده، ونقول متى بده يجينا الكاش بالمستقبل، بالمستقبل بعد سنه سنتين ثلاث اربع، ونطلع البريزنت فاليو، واذا كان عندنا سنجل وكان عندنا انويتي الى اخره. اوكي، اذا النت بريزنت فاليو اوف ذا ايكوبمنت، خلينا نشوف بي ذا ديبريشيشن ريت that will be used for tax purposes on the new asset. مرينا عليها الديبريشيشن ريت ضروريه على كم تستهلك، والآلة على كم تستهلك، وبتتذكروا التاكس شيلد، وبنحرم إدارة الضريبة، وبنحصل على كاش من وراء العملية، إذا هذه يجب، إذا هذه مش is least، هذه is likely to directly impact، هذه حتأثر على القرار. The amount of additional account receivable that will be generated from increased production and sales. بدنا نزيد مبيعاتنا، بدنا نزيد انتاجنا، بدنا نزيد مبيعاتنا، معناته بدنا نطول بالنا على الكاستمرز مشان نبيعهم، اذا الاي ار بده يزيد، اذا الاي ار صوره من صور الوركينج كابيتال لانه كرنت اسيتس، اذا الوركينج كابيتال هذا جزء من عمليه اتخاذ القرار فيما لو اردنا ان تقوم بالتوسع، اذا نعم هذا is likely to direct impact an equipment replacement capital expenditure decision. ومرينا على الفيديوهات السابقة، وتستطيع انك انت تراجع وتكون معلومات. طبعا لابد ما تبدأ بالوحدة من بدايتها بأسئلتها بالنظري تبعها اللي احنا already شرحنا. اذا هذا is مش is least، هذا is likely، اذا مش الجواب وهذا مش الجواب. No sorry، هذا مش الجواب، خلينا بعدين نرجع. The amount of additional amount، هذا مش الجواب. بعدين the sales value of the assets that is being replaced. الاسيتس sales value، كم قيمتها الان الاصل بدنا نبدله باصل جديد، كم قيمته؟ نعم له اثر، قديش بيجيب لي كاش؟ له اثر، بستخدم الكاش تبعه في اني امول عمليه اشتري الاصل الجديد. إذا إله دخل، إذا اللي ما لهوش دخل فقط هذا، لأنه بقول لك نت بريزنت فاليو، بريزنت فاليو معناته بدك تحسب قضية الفائدة وكذا، ما لهاش علاقة في الموضوع، وإنما هذولا شوف يعني قال لك از ليست لايكلي، يعني هي از لايكلي بس ليست لايكلي، أقل أثر. إذا هذول اللي هم لايكلي ولايكلي ولايكلي، إذا هاي از ليست لايكلي بتطلع على الفائدة، والفائدة إنه والله قديش بده يجي، إذا هذا له أثر لكن ليس له أثر كما هي بي، كما هي سي، كما هي دي. إذا أنا خليني بس بدي أطلعك على المعلومات مشان نثبت
المعلومات اللي احنا initial investments for capital project consist of three components purchase of new equipment هذه بتأثر including installation cost بتأثر transportation in يعني نجيب الآلة والإنشورنس عليها على الطريق increase in working capital حكيناها قبل شوي بالreceivable هيا receivable increase in working capital okay after tax proceed from disposal of old هيا of old equipment هيا sales value of the asset that is being replaced إذا هذول كلياتهم لهم تأثير okay شوف هون initial investments annual net cash flows and project termination كثير عناصر ولكن القصة انه هون جبتها هاي مشان اذا بدك تعمل سكرين شوت الها وكذا تقراها انا جمعتها وثبتتها اذا هذه كلها تؤثر في اتخاذ القرار وهذه اقلها تأثيرا is least likely to اذا الجواب عندي A لسؤال 46 هذه A The only relevant valuation of existing equipment is its salvage value at the time of the decision. هي salvage value of the asset that is being replaced. Okay. إذا الجواب عندنا A اللي ل 46 least likely. هي بتأثر بس least likely. إذا الجواب عندنا A لسؤال 46 هذه A. سؤال 47 The chief investment officer. مدير الاستثمار مسؤول الاستثمار الرئيسي او رئيس قسم الاستثمار is performing analysis to determine يقوم بتحليل لتقدير if her firm should invest in a new equipment to produce a product recently developed by her firm if her firm should invest in a new equipment انه الشركه بدها طبعا الهير معناه ان الست هي اللي رئيس قسم الاستثمار a new equipment to produce a product recently developed by her firm اذا بدهم يقرروا انه بدهم يستثمروا في معده جديده new equipment جديده مشان انتاج product تم تطويره في الشركه the option would be to abandon the product القرار كان بعد ما عملوا التحليل بطلنا abandon the product ما قدرنا نعمل she uses the net present value method and discounts at the firm's cost of capital اذا تستخدم net present value اللي هي شو تعتبر اللي هي cash out ثمن الاكوبمنت وبتستخدم انه الاكوبمنت حتجيب لك cash in بالمستقبل وتشوف قديش البريزنت فاليو للكاش ان بتطرحها من او بتطرح منها الكاش اوت بيطلع عندك الرقم مو سالب يعني كاش ان او بالماينس وهذا كاش نو سوري كاش اوت بالماينس وكاش ان بالموجب طلع الكاش ان اقل من الكاش اوت اذا بطلوا عن هالمشروع اوكي باستخدام نسبه الفائده اللي بيستخدموها بالشركه ذا تشيف انفستمنت اوفيسر از كونتمبليتنج هاو تو هاندل ذا فولوينج ايتمز اذا هي تفكر هذه المسؤوله في قسم شو بسموه قسم الاستثمار او رئيس قسم الاستثمار بتفكر فيه ذا بوك فاليو اوف وير هاوس سبيس كرنتلي يوز باي انذر ديفيجن يعني وير هاوس وقيمته الدفتريه والان يستخدم في اذا هذا يعتبر شك تكلفه صفر لانه ار اصلا موجود ومش راح يكلفنا بشيء وبالتالي ما لهوش علاقه بالقرار انترست بيمنت اون ديبت تو فاينانس ذا اكويبمنت انترست بيمنت انه ما مش ذنب الاكويبمنت انه ما فيش فلوس فبتروح تجيب قرض من البنك لانه في حدا معه فلوس وبالتالي الاله هذه قيمتها 10,000 وانت قيمتها عندك صار 12,000 لانه في فوائد لا الفوائد ما لهاش علاقه اذا هذه ما لهاش علاقه في القرار increase levels of accounts payable and inventory accounts payable والانفنتوري عباره عن working capital working capital يساوي inventory ناقص account payable increase level بدك تاخذه بذلك بالاعتبار لانه هذا جزء من القرار زي ما شفنا قبل شويه هي هون بالمنطقه هاي هي هي increase in working capital طيب اذا هذا له علاقه ار اند دي سبنت ان بريوريز ريسيرش اند ديفلوبمنت بس سابق شو دخلني اند تريتد از ديفرت اسيت فور بوك اند تاكس بير بوسس فور بوك يعني اصول مؤجله غلط تريتد از هذه تعتبر سان كوست ما لهاش علاقه بالقرار اذا ما فيش غير هذه بصراحه
هذه هي فقط التي لها علاقة باتخاذ القرار. طبعا هون أنا كاتب، خلينا نشوف الجواب، هذه الجواب. Which of the above items are relevant for chief investment officer؟ أي من الأبوف items هذول اللي لهم علاقة في اتخاذ القرار تبع رئيسة قسم الاستثمار to consider and determine the cash flows for her net present value calculation. إذا are relevant أيهما؟ ولا واحدة إلا هاي، هيها بس. اوكي ما في غير سي. نت بريزنت فاليو انشال انفستمنتس كاش اوت ناقص بريزنت فاليو اوف كاش ان ات زيرو تايم، ات زيرو تايم بدك ترجعهم حتى. اذا هذه بس معلومه يعني مشان نفهم شو معنى هير نت بريزنت فاليو كالكوليشن. اذا ما بنتدخل بالموضوع الا اللي هو سي، الخيار سي. Which of the above items are relevant for the chief financial officer to consider in determining the cash flows for her NPV calculation؟ إذا ما بتدخل إلا اللي هي رقم ثلاث اللي هي العلاقة بالworking capital account receivable account payable and inventory. Okay؟ إذا الجواب عندي C، هذه C. The relevant cost in any decision are those that cost that will vary depending on the choice made. إذا هذا ها هذول ولا واحدة منهن فاري ديبندنج إلا هاي، هذه تعتمد على القرار وهذه ما لها علاقة بالقرار زي ما قلنا قبل شوي بالشرح. Increased levels of account payable and inventory are thus items of chief investment officer should consider اللي هي working capital، والباقي قلنا عنه إنه ما لهش علاقة. R&D sunk cost وهاي interest payment مالكيش ما شو ذنب الآلة إنه والله ما معكيش فلوس. لو واحد يشتري سيارة، سيارة كلفته بالأقساط 15,000، واحد معه سيارة كلفته 10,000 كاش، شو بده يسجل صاحبنا هذا تبع السيارة؟ مش حيسجلها ب 15، حيسجلها ب 10. عندك مشكلة إنه ما عندك فلوس، أوكي هذه قصة لها علاقة بالفاينانس. وهذه ما لهاش علاقة، إذا يا سيدي العزيز لأن هذه تعتبر sunk cost، وبالتالي الجواب عندنا لسؤال 47 اللي هي سي. هذه سي. سؤال 48. Calvin Incorporation is considering the purchase of a new state of the art machine to replace its hand operated machine. شوفوا تدرس شراء آلة جديدة على أحدث طراز. A new state of the art machine لتحل محل الماكنة التي تعمل يدويا. It's hand operated. إذا بدهم يجيبوا آلة حديثة محل الآلة اللي بتشتغل يدوي. Calvin's effective tax rate is 40% and its cost of capital is 12%. إذا الكالفينز effective tax rate 40% نسبة الضريبة and its cost of capital is 12%. معروف مشان نحسب، لو بدنا نحسب present value. Data regarding the existing and the new machine are presented below. إذا الاوريجينال كوست 50,000 للاكزيستنج ماشين، نيو ماشين 90,000، انستوليشن كوست 4,000 بصير 94، فريت اند انشورنس 6 بصير 94 و600، اكسبكتد ان سالفج فاليو ما فيش، ديبريشيشن مثل ستريت لاين، اكسبكتد يوسفول لايف 10 5. تمام؟ القديم 10 والجديد 5 سنوات. هذه المعلومات كلها انا نزلتها هون. اوكي؟ شو يعني هاي 50,000 existing machine، existing machine 50,000 هيها 50,000 تمام. اوكي هاي بتعيش 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 الاولد، هيها الاولد 10 سنوات. والنيو هيها 1 2 3 4 5 هيها النيو 5 سنوات. اوكي هاي النيو عندي 90,000 هيها 90,000 و4 وستة، هيا 90,000 و4 و6 بصير عندي 100,000 على الستريت لاين، والأولد 50,000 على الستريت لاين ديبريشيشن. السلفج فاليو الاكزيستنج ماشين، اوكي خليني اكمل. ذا اكزيستنج ماشين هاز بين ان سيرفيس فور 7 ييرز، هيها جبتها المعلومه اللي هون حشرتها هون، صارت تشتغل 7 سنوات حشرتها هون، هيها 7 سنوات.
and could be sold currently for 25 هي تباع ب 25 يعني السكراب تبعها. Calvin expects to realize a before tax annual depreciation reduction in labor cost 30,000. إذا حنوفر بتكاليف مصاريف العمالة 30,000 يعني هذا cash in. If the new machine is purchased and replaced in service, إذا اشترينا الآلة وحطيناها محل الأولد ماشين. If the new machine is purchased, the incremental. طبعا هون حنوفر 30,000 إذا اشترينا الآلة الجديدة وحليناها حطيناها محل الآلة القديمة. هون بقول السؤال if the new machine is purchased, إذا اشترينا الـ new machine, the incremental cash flow for the fifth year. Fifth year, السنة الخامسة هي السنة الخامسة. Would amount to هي السنة الخامسة. طيب إذا if the new machine was purchased the incremental cash flow of fifth year is هاي السنة الخامسة. شو بقول هون after tax cash flow from reduction of operational cost هي 30,000 30,000 وفرنا معناته زي الانكم بده يروح علينا 40% ضريبة ناقص 30 في 40 بيطلع 30 ناقص 12 بيطلع 18 إذا هذول بيجيني منهم 18,000 بالسنة الخامسة تمام. New machine depreciation 100,000 تقسيم خمس سنين مشان تصل هاي السنة الخامسة إذا بيطلع 20,000 إذا so tax shield on the new machine depreciation in the fifth year 20 على 40 ضرب 40% إذا tax shield كل سنة بيجينا 8,000 إذا قديش أنا جاني من هالعملية ال 18,000 تبعت ال 30,000 هذا الوفر وال 8,000 تبعت tax shield بطلع 18 زائد 8 بطلع 26 so the total cash inflow in the fifth year for the new machine يساوي 26 18 زائد 8 لاحظ ما في عندي salvage value لأنه already السؤال ما فيه salvage value زيرو للثنتين للنيو والأولد طبعا أنا حاطط الحلول هنا واضحة جدا بس بدي مشان أقدر حشرته هون عملت بينت وكذا وحشرت لك اياها هون مشان تطلع على ايه انه كيف حلينا السؤال بيطلع عند الجواب عندنا 26,000 الجواب سي 26,000 السؤال 48 هي 26,000 سي طيب كمل اقرا زي ما بدك احنا شرحناها اليوم شكلي سريع ومصحصح وكذا اوكي نفس السؤال كالفين انكوربوريشن نفس السؤال نفس المعلومات تبعت السؤال السابق اوكي طيب هذه نفس المعلومات تبعت السؤال السابق تمام شو بنروح بنروح نقول ما هو السؤال the existing machine has been in service for 7 years هي 7 years and could be sold currently 25,000 If the new machine is purchased, إذا اشترينا الآلة الجديدة, Calvin expects to realize 30,000 before tax annual reduction in labor. نفس القصة عندك 30,000 توفير. If the new machine is purchased, إذا اشترينا الآلة الجديدة, what is the net amount of the initial cash flow at time يساوي zero? Initial cash flow بالبداية. وين البداية؟ if the new machine هون بالمنطقة هاي zero for net present value calculation purposes for net present value يعني cash out و cash in قديش بده يطلع معانا طبعا أنا دائما بعيد هاي المعلومة if the new machine equipment was purchased the net amount of initial cash out flow at time zero اللي هو السؤال شو بقول هون the book value of the old machine for After 7 years when disposed قد بدك تبيع الآلة القديمة 25 لا مش 25 البوك فاليو بعد ما استهلكنا طبعا بدنا نستهلك ال 50 على 10 سنين 5 5 لمدة 7 سنين 35,000 إذا 50 قيمة الآلة ناقص 35,000 50 على في 7 على 10 بيطلع 35 50 ناقص 35 اللي هو الاكوميوليتد ديبريشن بيطلع البوك فاليو 15 موافقين طبعا عندي حتجيب لي 25 اذا الديسبوزال جين 25 ناقص 15 بيطلع عندي 10 اذا التاكس ديتريمنت يعني شو بقول الضرر الذي سيلحقني سادفع عليها ضريبه From gain of disposal of existing machine اللي هو 10,000
الكابيتال جين ضرب 40 بيطلع عندي 4000، بدي ادفع 4. طب انا قديش جايني؟ 25. So the net cash inflow of selling the existing machine 25، بده يروح مني 4 اللي حسبناها، بيطلع عندي 21000. تمام؟ طيب هذا جاني 21000، لكن انا حدفع 100000، هيها ال 100000 حدفع كاش اوت 100000، هي تايم زيرو، زيرو لشراء الاله الجديده. اذا 100 ناقص يعني كاش اوت زائد 25000 كاش ان مع عمليه السلفج بيطلع عندي 79000. اذا الكاش انشيال كاش اوت فلو التايم بيطلع عندي 79000 بس، هي بالاحمر ناقص معناته اوت، هي 79000 سي 49 سي، هذه سي. طبعا المعلومات كلها هون، صفحة واسعة إذا بدك خذها سكرين. وبعدين يا سيدي العزيز، لكن أنا بضغطها على البينت مشان أقدر أحطها قدامي وقدام المسألة مشان نقدر نتحرك. إذا الجواب عندنا سي 49، هي سي، هي سي. أوكي. السؤال بعديه نفس السؤال نفس المعلومات. كالفن انكور از كونسيدرينج ذا بيرتشيز اوف نيو ستيت، اوف نفس القصه. اوكي ارجع للسؤال اللي قبليه، نفس المعلومات حاططها هون. خلينا نروح نشوف ما هو السؤال. اوكي ذا اكزيستنج ماشين هاز بين ان سيرفيس فور 5 ييرز اند كود بي سولد كرنتلي فور 25000. لاحظ الاكزيستنج خمس سنين بس، 5 ييرز لحد هون شايفينها، خمسه مش سبعه، وراح تنباع ب 25. كالفن اكسبكت تو ريلايز انوال بيفور تاكس ريدكشن ان ليبر، في 30000 متفقين عليها انه بيجينا وفر. اف ذا نيو ماشين از بيرتشز ذا انكريمنتال كاش فلو فور ذا فيرست يير وود اماونت تو، فور فيرست يير وود اماونت تو. طبعا هون كاتب لك اف ذا نيو اكويبمنت واز بيرتشز ذا انكريمنتال كاش فلو فور ذا فيرست يير، نفس السؤال هون وود بي. هلا بدك تمشي معي خطوة خطوة. after tax cash flow from reduction of operation اتفقنا عليها 30000 ناقص 30 في 40% حيروح مني 12، بضل عندي 18. تمام. بعدين حنستهلك الديبريشيشن تبع الآلة اللي هي 100000 على 5 سنين بيطلع عندي 20000. ال 20 حعمل شيلد، تاكس شيلد، التاكس شيلد سو انوال تاكس شيلد فروم ديبريشيشن 20 في 40 بيطلع عندي 8000. إذا هذا كمان حيجيني 8000. All depreciation tax shield. الآن في tax shield كان فعال سابقا، كان لو ما غيرنا الآلة في tax shield سابق. قديش عندي؟ 50000 على 10 سنين بيطلع عندي 5000. إذا tax saving of old machine 5000 في 40% بيطلع عندي 2000. هلا صار عندي shield من الجديد 8، وانا الشيلد تبع القديم فقدته لما جبت هاي الجديده، فقدت هذا، هذا كان عندي اوريدي جاهز. اذا 8 و6 بضل قديش عندي؟ بضل 2، اذا 8 كسبته 2 فقدته، اذا بيصو ذا ديفرنس ان ذا تو ديبريشيشن تاك شيلد از 6. 8 ناقص 2000 بضل عندي 6. اذا تاك شيلد عندي 6، وال18 تبعت مين؟ تبعت الاوبريشن الوفر ريدكشن. هاي so the incremental cash flow for the first year of this project is therefore estimated at 24000 في اللي هي بين قوسين 18 زائد 6، 18 تبعت الاوبريشن وال 6 اللي هي الفرق بين اثنين تاك شيلد، اثنين تاك شيلد، الاولد فقدته لما جبت الجديده، اذا انا التاك شيلد تبع الجديده حطرح منه اللي فقدته. تاك شيلد الجديد 8000 فقدت 2 بصير عندي 6، اذا ال 6 بجمعها مع ال 18 تبعت ال 30000 الاوبريشن ريدكشن في الليبر كوست وانتهينا من الموضوع. طبعا اكيد بنفعل تاكس 30 في هنا وين 30 في 40% 12، 12 لما تروحها من ال 30 بيطلع 18، اذا هون في وفر وهون في 6 بصير 6 زائد 18 بصير عندي 24. الجواب عندي بي لسؤال 50، هذه بي، هاي 50 بي. قصة طويلة الشرح تبع الكتاب، وبنكون خلصنا هذا الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.